طفلي عم تشيلها، ما لها ايد ما لها راس ما لها ما لها اجر ما لها، يعني ما بتوقع شيء بنوصف. انا عندي جدي عمره 82 سنه، كان قاعد ببيت لوحده، قتلوا وحرقوا، حرق جثته. انا بيوم واحد مثلي 48 واحد من عيلتي. فبعد يومين او ثلاثه وجدنا اجزاء من جثتي يعني على سطح احد المنازل القريبه. ما نسينا. المكان: بلدة تفتناز بريف إدلب. التاريخ: 2015. الشاهد على المجزرة: صالح غزال. سبق وأن تحدثنا في حلقة سابقة عن إحدى المجازر التي حصلت في بلدة تفتناز الواقعة شمال شرقي محافظة إدلب. تلك المجزرة التي اجتاح فيها شبيحة الأسد عام 2012 البلدة، وقتلوا العشرات من المدنيين ودمروا وأحرقوا مئات البيوت. لكن قصة الألم في تفتناز لم تتوقف عند ذلك الحد، حيث استمر نظام الأسد بارتكاب المجازر بحق أهالي تفتناز. ومن هذه المجازر مجزرة حصلت في عام 2015. والله الأوضاع يعني كانت شبه مستقرة نوعا ما، يعني كانت الناس اللي عندها أنقاض نوعا ما صارت تشيلها وصارت تحط، يعني ترجع تجدد بيوتها نوعا ما أنه تسكن وكذا. الناس اللي كانت مهجرة رجعت شوي، فيعني صار استقرار نوعا ما في المنطقة. يوجد بعض القصف بس يعني مو هالقصف الكبير. يعني الناس بصراحة تعبت هذيك الأثناء من النزوح ومن هالأمور هاي، فخلص يعني أنا أحد الناس كنت محمشين الأنقاض تبع البيت. الوضع جدا كان يعني مرتاح، خلينا نقول الناس بالشوارع طبيعي جدا، الناس كلها كانت يعني عم تنظيف وعم تشتغل وعم تطلع، كل واحد في عمله وكل واحد في مكانه. ما كان في أي بوادر قصف في هذيك الأثناء. البيت أنا انقصف بال 2013، لكن ما كان في مجال لترحيل الأنقاض وكذا. ففي 2015 شوي يعني حسينا بشيء من الاستقرار نوعا ما، فيعني صارت الناس تشجعت أنها تشيل بعض الأنقاض، تشيل تنظف الشوارع نوعا ما، تنظف يعني الأماكن اللي بدها تسكن فيها. في ظهيرة 15 من الشهر الرابع عام 2015، كان الأهالي في بلدة تفتناز على موعد مع ألم جديد، حيث ألقت طائرة مروحية تتبع لنظام الأسد برميلا شديد الانفجار على إحدى مطاعم البلدة، وبجانبه عدد من بيوت المدنيين، ما أدى لحدوث مجزرة مروعة. المجزرة هي كانت عبارة عن طيارة هليكوبتر، لكن البرميل كان شوي مميز، يعني البرميل كان دقيق الإصابة أتوقع، لأنه نحن بنعرف البراميل كانت تسقط، فكانت سقوط عشوائي. هاي المجزرة كانت البرميل كان شوي دقيق أمام مطعم مكتظ بالناس تقريبا ما بين الظهر والعصر، يعني بفترة الضحى تقريبا، وشارع عام. هو الشارع العام هو نفسه طريق سراقب، هذا الشارع دائما في ازدحام وفي ناس. في 15/4/2015 ناس متجمعة، ناس موجودة، اجت الطيارة طبت البرميل. أنا عم رحل الأنقاض بيني وبين الطيران تقريبا 100 متر بين البرميل. بغض النظر عن الازدحام الموجود أمام المطعم أو ضمن المطعم، الشارع هو بالأساس شارع عام ومزدحم وطريق على سراقب وعلى المناطق هاي.
فكانت مجزرة يعني جدا ضخمة. الانفجار كان، أنا عندي تراكس وسيارة شغالات، صوت البرميل سمعته، يعني صوت دوي النزول البرميل، لأن البرميل والله أعلم مجنح يعني، وكان استهدافه 100%، فكان صوت ضخم جدا بيني وبينه 100 متر. صوت التراكس وضخامة صوت التراكس والسيارة والكذا، لكن صوت البرميل يعني والانفجار كان جدا جدا قوي. ليس من السهل أن ترى أطفالا أبرياء، أجسادهم مقطعة وأعضاؤهم متناثرة وبعض أعضائهم تحت الركام. في هذه اللحظات لا يمكن لجسد أن يتمالك قواه عند رؤية هذه المشاهد، وهذا ما أكده شاهدنا عند رؤيته لجثث الأطفال المتقطعة بفعل البرميل الذي ألقته طائرات نظام الأسد، حتى أن بعض أجساد المدنيين تطايرت في الهواء من شدة الانفجار. والله يعني بصراحة وصلت لنص الطريق ترددت، أرجع قرب أرجع تردد، لأنه أنا بعرف أنه هون في عيلة وراء المطعم بالضبط في نفس البيت، في عيلة كاملة. يعني وصلنا لهنيك بصراحة كانوا الشباب طبعا صاروا يطالعوا الأشلاء والكذا، أطفال، أم وست أطفال، من بيناتهم يعني بنات أعمارهم يعني ما بين 4 سنوات ل18 سنة، بين 4 سنوات تقريبا ل18. طبعا هذول اللي ماتوا مباشر، الابن الأكبر، الابن الوحيد الأكبر هذا اللي كان يعني كان مصاب بعد فترة مات ضمن المجزرة. طبعا هني كلهم أخوي مع أمهم، ما بنوصف شعور، ما بنوصف، لأنه أنت عم تشوف أشلاء، أشلاء أطفال، يعني ما عم تشوف أشلاء، ممكن إذا شفت أشلاء إنسان كبير بالعمر يعني ممكن يكون أخف شوي، بس عند لعب تشوف أطفال، يعني عم تشوف طفلة عم تشيلها، ما لها إيد، ما لها رأس، ما لها إجر، ما لها، يعني ما بتوقع شيء بنوصف، ما بتوقع شيء بنوصف. يعني بعد فترة هو في جثث مجهولة الهوية كانت، وفي جثث موجودة من غير ضيعة، من غير مكان. يعني مثلا في عندك من المعرة، من معرة النعمان موجود، كان رجل يعني مارر بالطريق. في عندك مثلا بمناطق يعني في 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 جثة أو تنتين مجهولات. فبعد يومين أو ثلاثة وجدنا أجزاء من جثة يعني على سطح أحد المنازل القريبة من المنطقة. الألم الذي خلفه نظام الأسد في هذا اليوم ببلدة تفتناز يخرج عن الوصف، فأحد الآباء فقد أغلب أفراد عائلته وأصبح حاله يرثى له، وأطفال فقدوا والدهم في عام 2011 بعد اعتقاله من قبل شبيحة الأسد، وفجعوا بوالدتهم في هذه المجزرة ليصبحوا أيتام الأم والأب. الأب لم يبقى له سوى ابني واحدة فقط من كل عائلته، لم يبقى له أي شخص. الأب يعني كل ما أقوله أن الله عز وجل صبره بس فقط. الرجل كانت حالته مأساوية جدا، يعني بلحظة واحدة الأم والأطفال كلهم، وخاصة ابنه الكبير، يعني شاب، ابنه شاب، وعلى فكرة كان عنده أكثر من بنت معاقين من ضمن العائلة، كان يجلس يعني صافن، يعني هو طبعا البيت اللي كانوا ساكنين فيه وبيت أهله في مكان قريب، ف يعني أيمد من عديت من جنبه الرجل قاعد أمام البيت وصافن، ما في يعني ما فينا نقرب نواسيه بصراحة، نخاف نقلب عليه المواجع، وما فينا نتكلم معه من هالنقطة. يعني الرجل تم لفترة طويلة وهو حتى نفسيته شوي يعني خف التعب عنها. هاي المرأة في ابن عمي تقريبا من 2011 معتقل في أحد الأماكن وما بنعرف عنه شيء، هو وأخوه.
فعنده طبعا أطفال، ابن عمي يعني عنده شباب ما هو صغير، هو حلاق كان، فكان بمكان راي على حلب أو جاي وكذا، فاعتقل هو وأخوه اسمه غياث غزال. الرجل عنده زوجته وعنده أطفاله، ففي بيت أهله، البيت قريب على المطعم. الأم كالعادة يعني الأم بقيت عند أطفالها، فكالعادة يعني راحت تقضي أغراض أو شيء، يعني ضحوية نار يعني خلينا نقول. ففيها الأثناء هاي الأم قتلت والأطفال بقوا لا أم ولا أب. سقط في هذه المجزرة المروعة العشرات من الشهداء والجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أحدث انفجار البرميل دمارا هائلا في المنطقة، وكان هذا اليوم مفزعا للأهالي في تفتنس. والله بالضبط لا أذكر، ولكن بحدود 16 يعني بالتحديد يعني العدد، لأنه كان في ناس قلت لك إنه في مجهولين هوي، في ناس من برات المكان، من عنا من تفتناز بحدود ال 12 تقريبا 12، لأنه كمان في أخ، في شاب من عنا عماد الله يرحمه، عماد رحال صلى الله عليه، هو وابن أخوه على موتور معدين داخلين على الضيعة يعني أول الطريق، كذلك الأمر قتلوا اثنين. عدد الجرحى والله بالضبط يعني ما في إحصاء يعني كامل، لأنه في كتير جرحى، في كتير كان جرحى، لأنه شارع عام ومطعم، ما بقي مطعم ولا بقي مكان، لا شارع انقطع الطريق طبعا، البيوت المجاورة كلها تأذيت، المطعم تدمر تماما هو والبيت اللي وراه، لأنه الأطفال وأمهم كانوا ضمن البيت، كانوا ضمن البيت، فطلعنا الأطفال من تحت الأنقاض، يعني طلعنا الأطفال من تحت الأشلاء، الأطفال وأمهم وكذا من تحت الأنقاض المنزل، الدمار كان هائل جدا. يعني تصور بعد ما أنت حاسس نفسك أنك الناس شوي رجعت أنك تصلح تعدل، بدأ تسكن، بدأ ترتاح، بدأ كذا، أنه راح المطار راح ليك الحمد لله رب العالمين، خف علينا شوي الضرب، وفجأة صار عندك والناس عايش حياة طبيعية، وفجأة صار عندك يعني هالمجزرة الضخمة، طبعا تبعتها مجازر، ولكن يعني هاي المجزرة كانت شوي بهالقوة، هاي المجزرة وخاصة الأطفال وعائلة كاملة، فشوي نوعا ما الناس يعني في ناس فكرت ترجع تروح تنزح، وفي ناس اللي كان عم يشتغل وقف شغله، واللي كان عم يجهز بيته وبدي يسكن وقف تقريبا، يعني تمهل شوي، فكانت كتير ضخمة. مشاهد الأطفال وهم مقطعون هو المشهد الأكثر تأثيرا على شاهدنا، والمأساة التي حصلت في هذا اليوم ببلدة تفتناز كانت كبيرة، وعندما يكبر الألم والوجع تكبر الذكريات التي لا يمكن أن تنسى أو أن تمحى من الذاكرة. مستحيل يعني وقت اللي بتشوف أشلاء أطفال، وانت هاي هدول الأطفال، انت هدول جيرانك، وخلينا نقول يعني أقربائك والناس اللي قتلت، بس أشلاء الأطفال بالذات مستحيل أنك تنساها، وخاصة هدول الأطفال يعني هدول في ثلاثة أو أربع بنات منهم عندهم إعاقة، فموجودين ضمن البيت، وخاصة وقت بتشوف أصل يعني الشيء الثاني، وقت بتشوف الأب قاعد وصافي، وانت بتعرف هذا الأب، يعني بتوقع صار في مجازر كتير، صار في ضرب طيران كتير، تفتناز لا يخلو يوم من براميل طبعا سابقا، وكنا نحن يعني أهل المطار، يعني مطار تفتناز معروف الحوامات، لكن هاي المجزرة بصراحة كانت لها وقع ضخم جدا جدا جدا، لأنه أغلب الشهداء هني أطفال، والأهم أنه عائلة كاملة. أنا عندي جدي عمره 82 سنة، وقت اجتياح الجيش قتلوه وحرقوه بقلب البيت، معروف حاج صالح غزال، كل المنطقة بتعرفه، صاحب مضافي، رجل 80 عمره 82 سنة، كان قاعد ببيت لوحده، فدخل عليه الجيش وقتلوا وحرقوا، حرق جثته. أنا بيوم واحد مثلي 48 واحد من عيلتي، ومجزرة تفتناز ومجزرة معروفة، والعائلة الأكبر بيت غزال معروف المجزرة، يعني كلمة مصالحة تقريبا نحن يعني هذا الأمر منسي، هذا مستحيل، حتى مو بس المصالحة،
حتى اللي بيتكلم في المصالحة، اللي بيتكلم بشيء اسمه مصالحة، هذا بالنسبة لنا عدو، ويعني ما راح أكون شرعي ومفتي، لكن هاد بهالآونة هاي، لأنه الآن ما في شيء اسمه نظام ومعارضة، الآن في مسلم وكافر، هاي المرحلة اللي وصلنا لها، فأي واحد بدي والي الكفار فهو منهم. هذا الشيء اللي كل تفتناز بالعموم، طبعا أنا بحكي بشكل خاص عن قريتي، كل تفتناز بالعموم شيء غير مختلف عليه إطلاقا. الجميع في عالمنا المتحضر يتفق على أن قتل الأطفال والنساء جريمة لا بد أن يحاسب مرتكبها، إلا أن نظام الأسد رغم كل ما ارتكبه من فظائع وجرائم بحق الأطفال والنساء وكبار السن لا يزال طليقا، والعالم بأسره يتآمر معه ضد الأحرار في سوريا، وهو مستمر في إجرامه إلى هذا اليوم. ما نسينا